صحراء تونغور هي من الصحاري الأربع الكبرى في الصين. أما المناطق الرعوية والرعاة الذين يسكنون فيها عادة ما يفقدون التواصل مع العالم الخارجي. افتتاح الطريق العام لهذه الصحراء لطالما كان الأمنية الكبرى لسكان المناطق الرعوية هنا. محطة راية ألكسا اليسرى لصيانة الطرق تقع في قلب صحراء تونغور التي ترافقها العواصف الرملية على مدار العام. يان دان الذي يبلغ من العمر 39 عاما يعمل هنا منذ 4 سنوات، وأصبح زميلا للسيد ما الذي عمل في محطة صيانة الطرق مدى حياته. البعد عن المنزل والعائلة هو الشيء المشترك بين الذين يعملون في محطات صيانة الطرق. يعبر طريق S315 الذي تصل مسافته إلى 208 كيلومترات صحراء تونغور، وتم رصف هذا الطريق كاملا على الصحراء. فريق الصيانة المكون من 20 شخصا يحرسون هذا الطريق كل يوم على مدار السنة. أي عاصفة رملية يمكنها أن توقف الحياة على هذا الطريق الصحراوي. 这条穿山公路是2004年3月份进出的，通车之后我一直在这条公路上做着养护工作。过这会儿运气，或者会干涉，需要2天和3天的车。而是在要维修成之后，就用3个小时就可以回去了。从北线走的话，400公里多公里的路。那么就省了500多公里的路。 我这个过样子，600多公里路，包括这个西S315西，还有好几条省道。我吹不得吹盘的找我这，今天这个路上啥沙子了，还有什么坑草了，水毁了，路上还有什么拥抱了，就拱起了，这些事情我具体说出来回来。 مع حلول عتمة الليل تزداد أهمية أعمال الصيانة والجولات التفقدية على الطرق، حيث تزداد أعداد السيارات والسرعة والعواصف الرملية التي تؤثر على وضوح الرؤية. أي خلل بسيط قد يؤدي إلى كارثة. العمل في موقع الصيانة وتنسيق العمل المكتبي هو روتين العمل لفريق الصيانة. مهمة صيانة على إحدى الطرق دائما ما تؤدي لانتظار عشرات أو حتى مئات المركبات، فهم يتسابقون مع العواصف الرملية لإنجاز مهمة إصلاح الطريق بأسرع وقت ممكن. كل منهم ينجز العمل الخاص به. التمكن من خطوات العمل هو روتين عمال الصيانة. 说完叫优先的岁数小的，哎，进来之后我们给他买卖，快速这些养活经济了，IP日式了，这些都是。الطريق الصحراوي بالنسبة للعديد من الناس هو مكان مميز لالتقاط الصور، لكن بالنسبة لعمال الصيانة فهو الرفيق الذي يربطهم برمال الصحراء.
في الليل تزداد الطرق الصحراوية ازدحاما. وأضواء السيارات المتداخلة تنير مسرح المنافسة بين أجيال من عمال الصيانة ورمال الصحراء. الرمل رفيقه والفريق عائلته. السيد ما هو بمثابة كبير العائلة في هذا الفريق. بالنسبة له يان دان ورفاقه يعتبرهم كأولاده تماما. الاهتمام والتناقل هما حزام المشاعر الذي يربط عمال صيانة الطرق برمال الصحراء. من فرق صيانة الطرق الصحراوية، فريق الصيانة والإنقاذ هو الفريق الذي ترافقه رمال الصحراء طوال السنة. لهذا فهم يعرفون ويفهمون الصحراء بشكل جيد. تحدث عمليات الإنقاذ هذه يوميا. انتهى عمل فريق الصيانة لليوم. مدير المحطة ما طلب من يان دانغ التوقف.